عندي تاني حاجة اللافتة اللي طلعها جمهور الترجي، وأنا عايز أرد عليها لأنها بصراحة يعني أنا حزين جدا إن أنا أشوف هذه اللافتة، لافتة جماهير الترجي التونسي في التدريبات الصباحية لفريق الترجي النهاردة قبل مواجهة الزمالك في دوري الأبطال. لازم يتقدم نادي الزمالك في شكوى إلى الاتحاد الدولي الفيفا بشأن هذه اللافتة، لأن دي ضد الروح الرياضية وضد الاحترام وضد المبادئ وضد القيم، وإحنا كعرب بنتنافس باحترام، ولكن هذه اللافتة اللي النهاردة ظهرت في تدريب الترجي الصباحي لا تنم على أي أدب ولا أي أخلاق ولا أي روح رياضية. ولذلك أهيب بمجلس إدارة نادي الزمالك والمسؤولين عن نادي الزمالك بتحريك دعوة فورية ورفع مذكرة عاجلة إلى الكاف ما ضد هذا الجمهور المتعصب، وإحنا الإخوة التوانسة فوق دماغنا وبنحترمهم وكلهم فوق دماغنا وبنقدرهم وبنحترمهم، ولكن هذه اللافتة مهينة للزمالك، ولا نرضى أبدا لأي حد على وجه الأرض أن يوجه إهانة لنادي الزمالك. بالأسف الشديد اللافتة كان مكتوب عليها يعني كان فيها إهانة لشعار نادي الزمالك ومكتوب عاهرة في صوب طاهرة. أدي يا جماعة عشان بس إيه ده، أنا بنفرد معاكم بالصورة مش هتلاقوا حد يعرضها، أنا قررت أعرضها على كان المسؤولين في نادي الزمالك يرفعوا قضية للاتحاد الإفريقي الكاف ضد هذه العنصرية وهذه اللافتة الغير محترمة والتي لا تصدر إلا من ناس متعصبين، وهنا أتحدث عن عدد محدود من جمهور الترجي وليس كل جماهير الترجي. اللي كتب اللافتة دي ورسمها ده متخلف وأحمق وناقص رباية وقليل أدب وسافل وابن سافل أهو. يعني شوف كلامي واضح وصريح أهو، جمهور الترجي العظيم له مني كل الاحترام وكل التقدير، وجمهور الترجي العظيم فوق دماغي، والترجي ده دولة وتربطنا بالترجي علاقة قوية ومحترمة وبالإخوة في تونس علاقة قوية ومحترمة، ولكن الشرذمة المتخلفة اللي عملت اللافتة دي لازم تتربى، ولا بد لإدارة الزمالك إنها تتقدم بمذكرة عاجلة ورسمية للكاف ضد هذه اللافتة. هذه اللافتة رفعها بعض الموتورين المتخلفين السفلة اللي مش متربيين. بصوا يا جماعة، عاهرة في سوق طاهرة، دي اللافتة دي رفعوها أثناء التدريب الصباحي للترجي، طبعا إذا كان مفيش دخول جماهير، ولكن رفعوها في الأماكن المخصصة ليهم. وأنا أجيب لكم كمان البوست كامل، مجموعة اسمهم فدائي الترجي، طبعا دول مش فدائي الترجي، دول أحقر ما في الترجي، دول أسفل ما في الترجي، دول أقذر ما في الترجي. الترجي ده كان يتقال عليه ومازال يترجي يا دولة، الترجي نادي عظيم، الترجي نادي كبير، مشجعي الترجي هم محترمون في كل مكان في العالم ولهم منا كل الاحترام والتقدير، ولكن هذه الشرذمة الغير محترمة لا تعبر عن جمهور الترجي. والزمالك نادي عظيم ونادي كبير رغما عن أنف هؤلاء الموتورين المتعصبين السفلة اللي مش متربين. بصوا كاتبين ايه يا جماعة، اسمهم فدائي الترجي. بصوا كاتبين ايه اهو، فدائي الترجي، لطالما كان العهر صفتها والتظاهر بالطهارة من اعمالها، ما تلقانا يوم السبت يا زمالك، الثأر حق عاهرة في سوق طاهرة، هذا اسبوع الفدائيين الترجي يجيبها بحول الله، ان شاء الله باذن الله الزمالك فايز. اهو يا جماعة اهو اهو، هل ده كلام ينفع؟ لازم رفع مذكرة عاجلة لان هذا الكلام غير محترم، واناشد الاخوه المحترمين صفحات الزمالك عدم الرد على هذه السفلات. انا بوثقها علشان خاطر نجيب حق نادي الزمالك بالقانون من خلال الكاف. وهنا كاتبين
لا تهمنا حفلة ريش المصرية، الخمسة لنا بالقوة أو بالعنصرية. هذا أسبوع الفدائيين، لا تهمنا الحفتريش المصرية، الخمسة لنا بالقوة أو بالعنصرية. يا ابني تنتو للسنة التانية على التوالي بتصعدوا بالظلم التحكيمي. يا ابني ده فرقة أصلا، ما يعني عموما سأظل ملتزم بحبي وتقديري لنادي الترجي ولجمهور الترجي العظيم، ولكن بقول لابد من وقفة وشكوى عاجلة في الكاف ضد هذه التجاوزات. ضد هذه التجاوزات التي لا أرضاها بالمرة. مجموعة زلمطحية متعصبين بتجدهم في كل مكان. زلمطحية متعصبين بتجدهم في كل مكان. يعني للأسف الشديد أخيرهم يعني إنك أنت تلقي بهم في الزبالة. كده بس، ايه ده الموضوع التاني اللي انا عايز اتكلم فيه، لان ما ينفعش نسكت على اهانة الزمالك وجماهيره حتى وان كان من شرذمة يعني غير محترمة، تتحدث بشكل غير محترم.